مساء الخير استاذة ميرفت. اول حاجة احب اشكر حضرتك ان لبيتي دعوة مهرجان الفيلم العربي, ده شرف لينا. ثاني حاجة انا عايزة اسأل حضرتك سؤال, بما انتي حضرتك المدير الفني لمهرجان الاسكندرية الدولي, انتي شايفة ايه اهمية وجود في مهرجان فيلم عربي في مدينة اوروبية او مدينة اهم مدينة اقتصادية في اوروبا اللي هي مدينة زيورخ؟ ايه اهميه مهرجان الفيلم العربي؟ مبدئيا انا عايزه اقول ان انا اللي ليا عظيم الشرف ان كنت موجوده في الدوره الرابعه للمهرجان, مهرجان زيورخ للفيلم العربي, وعايزه اقول انه هي تجربه حقيقي ممتعه ومميزه. مهرجان منضبط, مهرجان منظم له هدف معين بيتحرك على اساسه, فريق عمل كله بيشتغل بروح الفريق بروح الشخص الواحد. اما فكره انه مهرجان للفيلم العربي في زيورخ في اوروبا في حد ذاتها فكره تستحق الاشاده وتستحق كل الاحترام. مهم جدا انه يبقى عندنا الاليه اللي نوصل لهم من خلالها. انتوا عملتوا ده وعملتوه بشكل جميل. احنا يعني مش بس فكرة الافلام, فكرة الحضور اللي لاحظناه هنا. انا عايزة اقول لهم ان ضروري جدا يحطوا ثقتهم في الجمعية المنظمة للمهرجان, لانه انا لاحظت انهم عندهم معايير بيشتغلوا عليها والمضمون الفني مهم جدا عندهم, فهم مش جهة بعيدة عن الساحة الفنية, ده هم معاصرين وملامسين وبيشوفوا وبيتابعوا مهرجانات كتير في العالم العربي وفي العالم بشكل عام, فهم فعلا موضع ثقة ولازم يدعموهم, لازم يشوفوا الأفلام دي, لازم يشوفوا الجهود الكبيرة اللي بتبذل. أتمنى إنه الجمهور في زيورخ وفي كل سويسرا يبقى دايما موجود في عروض الأفلام دي, لأنه أفلام قيمة القائمين عليها اختاروها بعناية ودقة. أنا كمان هبشارك إنه إحنا عندنا حاجة بنعملها كل مهرجان, بنختار بيست أوف للأفلام وبالتعاون مع أهم جمعية السينمات اللي هي سينا ليب, بيتم عرضها في مدن أخرى في سويسرا حتى يتمكن الجمهور اللي مش قادر يجي من بلد ثاني يجي يشوفها. أستاذة مربت, ميرسي جدا جدا جدا, أتمنى لك وقت سعيد في زيورخ. أنتوا خلاص بكرة إن شاء الله, أتمنى إنه البرد مش مأثر كتير معاك. أنا استمتعت جدا جدا بالزيارة, والمدينة جميلة والشعب رائع. برودة الجو طبعا كانت صعبة علينا جدا, لأنه إحنا درجات الحرارة أعلى على الأقل 15 درجة عن هنا في الوقت الحالي, إنما دفء العلاقات اللي نشأت بيننا وبين مجموعة الفيلم ورواد المهرجان كانت كفيلة ان هي تدينا الاحساس بالدفء فعلا. كل التوفيق, واتمنى ان كل الجهات العربية تقف جنب المهرجان ده وتسنده وتدعمه لانه يستحق. مرسي جدا استاذة مربت, اتمنى لك رحلة سعيدة. مرسي جدا, شكرا لكم.